الحدث المشهور والمطالبة في إخراج صدقة الفطر عنه. وهذا هو قول جماهير أهل العلم. وإنما الخلاف فيما إذا أخرجت صدقتك في بلدك وأنت هاهنا، كما لو أمرت عيالك قلت أخرجوا صدقة الفطر عني وأنتم وأنتم وأنت هنا، فبعض من العلماء لا يجيزه ما دمت أنت هنا، لكن الصواب جوازه إن شاء الله، فإنه لا دليل إنه من ذلك. فإذا أمرتهم بأن يخرجوا صدقتك وصدقتهم في بلدك لا مانع في أظهر قول العلماء، ولكن لا بد من إيصالها الفقير قبل العيد، يعني قبل صلاة العيد، وإن أخرتها لم تخرجها إلا بعد صلاة العيد فهذا مكروه. وابن القيم يرى المنع من ذلك ويقول لا يجوز أن يؤخرها إلى بعد صلاة العيد، أما لو أخرها بعد يوم العيد فإنك تأذن، وحرام عليك أن تؤخرها إلى بعد العيد ولو بيوم أو يومين، لا يجوز لك، لأنك فوتت الفقراء حقهم الواجب لهم عليك، فلا بد أن تخرجها يوم العيد، ويوم العيد قبل الصلاة أفضل، وبعد الصلاة قالوا يكره أن تؤخرها إلى بعد الصلاة، وبعد يوم العيد تقضيها آثما. وابن القيم لا يرى جواز بقائها إلى بعد صلاة العيد، لكن لو فرطت ولم تخرجها يوم العيد ولا بعد مثلا، فهل تقضيها أو تؤجلها إلى العام القادم؟ بل تخرجها حالا ولو في الشتاء الوقت الذي ذكرت أنك لم تخرجها، ومع هذا تأذن، فإن عليك إثما في التأخير ما لم يكن التأخير لعذر، ولا يجوز إعطائها البهائم، بل لا بد من إعطائها الفقراء لا يتملكونها. ثم الفقير إذا قبل صدقة الفطر منك فهل يجوز له أن يخرج عن نفسه كأن يكون لم يكن عنده شيء، ثم دفعت إليه صدقتك وصدقة أولادك واستلمها؟ قال الفقير هل يجوز لي أن أخرجها عن نفسي وعن أولادي وهي جاءتني صدقة فطر من الناس من المسلمين؟ نقول لك نعم لا بأس، ما دام أنك تملكتها يجوز أن تفطر بها، يجوز أن تفطر بها عن نفسك وعن أولادك، كما يجوز لك أن تأكلها وأن تتصرف فيها بما تريد، وما لك فيه المصلحة. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه. يدعوهم إلى التوحيد ويبين لهم ما خلقوا لأجله، فإنه قام بالدعوة وبين للناس كل ما يحتاجون إليه من أمر التوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له، وكذلك المسائل الفرعية إلى غير ذلك. فلا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا أظهرها عنه. ثم قال عند وفاة صلوات الله وسلامه عليه: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. وقد أكمل الله به الدين وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليوم، فحينما أنزل الله عليه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فهمته الصحابة قرب أجله صلى الله عليه وسلم، وأن الشيء إذا كمل بدأه النقص. فقول اليوم أكملت لكم دينكم يدل على أن الدين قد كمل، وأنه لا حاجة بنا إلى أشياء مبتدا أو أشياء مجرد أو أشياء يستحسنها بعض الناس ما دام أن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تؤيدها والقرآن لم يدل عليها. ففي القرآن والسنة هلم وكفاية لمن أراد الله هدايته، ثم ها أنت أيضا
خطبهم والطواف بالبيت أيضا، فإنه من أجل الطواف وأعظم القربات لا سيما في الأفق، والصلاة في هذا المكان هي بمئة ألف سنة. يا أنت قد أجمعت الرحيل إلى بلادك، فلا ندري إذا تفسر منك أم لم تتفسر، لا ندري عن مصيرك وعن حالتك، هل رجعت من هذه البلاد وقد حصل الموت لك المغفرة ولا هم يرجوان، أم رجعت كما جئت بدون شيء؟ فهذا تعرف ذلك من قلبك، والدلالة على أن الله قبل منك، فإنك إذا رجعت إن كنت أحسن حالا مما جئت، وأن تلك العبادة أثرت في قلبك وأكسبتك إيمانا وأكسبتك نورا، فهذا دليل على أنك انتفعت بهذه العمرة وبهذا المتاع. وإن رجعت إلى بلادك كما كنت بدون أن تتأثر بشيء، فهذا دليل على أنه لم يتقبل منك شيء وأنت تعرف ذلك. ثم لا ندري هل تأتي في العام المستقبل أم هذا آخر عهدك بهذا المكان، فإن الآجال مضروبة، لا يدري الإنسان متى يرجعه الأجل، فيجب عليك أن تنكسر بين يدي الله وأن توجه قلبك إلى خالقك وبارئك. فلا ندري هل تصل إلى بلادك وهل تعود إلى هذا المكان، فإن المنايا لا يدري متى تحل به. كما قلت يا راقب الليل مسرورا بأوله، إن الحوادث قد تطرق مع أسحارا، أي أن الإنسان ينام أول الليل مرتاح الظروف من شرح الصدر مطمئن البال، ولم يدر أن المنية قد أنشبت أغبارها في جسمه آخر الليل. ألا معنى يا راقب الليل مسرورا بأوله، إن الحوادث قد تطرق مع أسحارا. ثم أيضا هذا المال الذي جمعته فلا ندري هل تنتبه من أن يأخذه الورد، وانظر عليك أنت المسؤول عنه أمام الله يوم القيامة، أين جمعت هذا المال وفيما أنفقته وفيه أين اكتسبته، هل هو من طريق حلال وجمعته من طريق حلال، وهل أخرجت الواجبات في هذا المال وهل أنفقته في مرضاة الله، أعم أنك بخلت بالواجب أو أنك جمعته من غير حله. فالمرأة تأخذ حقها بعدك وتتمتع به مع زوجها الجديد، فإن بعضا من السلف لما حضرت الوفاة التفت وهي زوجته تبكي عنده، قال ما أكذبت ثم أنشأت فيغلب عن ذكري وتنسى مودتي ويحبب من بعد الخليل خليل، أي أنك ستنسيني وتعرضين عني ويحبب زوج جديد لا تنسيني من بعده، فيغلب عن ذكري وتنسى مودتي ويحبب بعد الخليل خليل، فلا ينفعك إلا ما قدمت من إيمان بالله وعمل صالح، لما حضرت الوفاة وكان في سكرات الموت أفاق، وإذا بناته يبكين عنده، فقال ما أكذبكم، ثم أنشأ يقول يمر أقاربي جنبات قبري كأن أقاربي لم يعرفوني، وإني راض يقتسمون مالي ولا يعلون إن جحدوا ديوني، أي أنك إذا مت وجاءت قال أنا أطلب منك هذا المبلغ، تقول أبدا بشهود جنسات، وإن كنت تعلم أن الرجل صادق وأن الرجل لا يدعي إلا بحق، لا تنشح المال تحبك له، جعلك تنكر ما على أبيك من الضيء أو على موجهك من الضيء، ما علمك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. وقدم رجل من الصحابة بعد وفاته، قدم للنبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه بعدما غسل
فانتهى من الصلاة عليه حتى تحملهما أبو قتادة. قال أبو قتادة: الظلمان علي يا رسول الله صل عليه. فتقدم وصلى عليه، ثم لما لقي أبا قتادة اليوم الثاني قال: ما زال الظلمان يا أبا قتادة؟ قال: يا رسول الله ما مات إلا بالأمس. ثم لقي اليوم الآخر قال: ما زال الظلمان يا رسول الله؟ فقال الرسول: ما فعل الديناران يا أبا قتادة؟ قال: قضيتهما. قال: الآن ضربت عليه جلة رأسه. كل هذا يدل على عظم الضيق، وورثتك ينكرون دينك ويجحدونه ولا يلتفتون إليك ولا إلى ما تلاقي. فأنت من أين جمعت هذا المال؟ وفيما وأين اكتسبته؟ وفيما أنفقته؟ أنت المسؤول عن ذلك. جاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه مرة إلى المقبرة زارها، ثم لما وقف قال: السلام عليكم على الديار من المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقبلين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، فاغفر لنا ولهم. ثم قال علي رضي الله عنه: يا أهل القبور، نكحت أزواجكم وقسمت أموالكم وسكنت بيوتكم واستخدمت بيانكم، يعني أن أولادكم الصغار صاروا خداما لزوج أزواج أمهاتهم. ثم قال: هذا خبر ما عندنا، يا ليت شعري ما خبر ما عندكم. ثم قال: والله لو تكلمتم لقلتم: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. لو تكلمتم لقلتم: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. كل هذا يدل على دناءة الدنيا وخستها وسرعة زوالها وتكلبها بأهلها، فما ينفعك إلا ما قدمت فيها من عمل صالح ترجو به ثواب الله تعالى، وإلا فهي منتهية، لا تدري متى يفجأك الأجل. وما جعلنا ببشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون.